اهلا بيكم. النهاردة هنتكلم على الكارديولوجي كملخص كده سريع يملنا الدنيا شوية. طبعا هنمشي زي ما مكتوب في الملزمة. الورق عندنا اول صفحة دي اللي هي بتاعة الجنرال سكيم بتاع الكونجنتال هارت ديزيزز على وجه العموم. ان احنا ليهم ايتيولوجي متعدد، يعني لما حد يجي يتكلم في الريتن نقول الايتيولوجي بتاعنا في مالتي فاكتوريا، لكن اشهر الاسباب ان هو يكون ايديوباثيك، ممكن يبقى تراتوجينيك لو في ادويه، ممكن يبقى حاجات كروموزومال زي الداون، ممكن يبقى في كونجنتال انفكشن، ممكن يبقى في اي امراض الواحد اتعرض لها. طبعا في حاجات كده بتبقى امراض عند الام بتدي مشاكل عند الولد زي الدايابيتس وزي سيستميك لوبس وزي الحاجات دي كلها، وفي حاجات زي ما قلنا بتبقى حاجات طفل يعني خلقت ربنا، يعني هو كده يعني حاجات جينيتك موجوده فيها كده زي ويليامز سندروم، مجموعه من السندرومز زي الداون، حاجات دي. السيمبتومز دي قلناها في الشيت، احنا عندنا في حاجات بتاعت البلمونري كونجيشن وحاجات بتاعت السيستميك كونجيشن وحاجات بتاعت البالبيتيشن، وعندك اللو كاردياك اوتبوت بلس اور ماينس الساينوزس. الساينوزس دي يا اما تكون بتاعت سيناتيك هارت ديزيز، يا اما في حاجات بتبقى اللي هو السيناتيك هارت ديزيز بس الضغط بتاعنا عالي شويه، اللي بيسموها البوتنشال ساينوزس اللي بتحصل مع في احيان. في عندنا حاجه ثانيه اسمها ديفرنشال ساينوزس، دي بتبقى في العيانين اللي هم عندهم سيفير كوركتيشن اوف اورتا، ان الجزء التحتاني بيبقى فيه بريفرال ساينوز من كتر ما هو ستاجننت سيركيليشن. اكزامينشن برده قلناها في الاكزامينشن، انسبكشن وبالبيشن وبركشن والاوسكالتيشن وموضوع الميرمر والحاجات دي كلها. كومبليكيشنز بقى عندنا دي لازم تبقى محفوظه، ان الريكيرنت شيست انفكشن ده هيتحصل في كل الديزيزز ما عدا الفالوت. الهارت فيلير هيحصل في كل الكونجنتال هارت ديزيزز اغلبهم، مش هنقول كلهم ما عدا الاي اس دي. انفكتيف انتوكاردايتس بتحصل اكتر في الشانت ليجنز. الايزنمنجر سندروم ما بتحصلش في الساينوتيك هارت ديزيزز، وطبعا كلهم بسبب الكرونيك هايبوكسيا بيحصل لهم ستانتد جروث. الانفستيجيشنز دي حاجه برضو ستامبا بنقولها في كل حالات الكونجنتال هارت ديزيزز، عندنا شيست اكس راي وعندنا ايكو وعندنا قسطره ومعاهم شويه حاجات معمل زي صوره الدم، وفي حاجات تاني يعني مش اسينشال زي الاي سي جي. شيست اكس راي بنعلق فيه على ثلاث حاجات، بنعلق فيه على حجم القلب، وتعلق فيه اذا كان في سبيسيفيك سايز ولا حاجه، وتعلق فيه على اللنج سيركيليشن واذا كان في اي حاجه مميزه. الايكو طبعا هو ده اللي هيقول لك اذا كان العيان ده عنده ايه بالظبط، وبيعلق لك كمان على الكونتراكتيليتي. الاي سي جي ممكن في الشامبر انلارجمنت، ممكن في شويه ديزيزز كده في الكارديوميوباثي، هنتكلم عن الموضوع ده. القسطره، قسطره حاجه اساسيه قبل العمليه في بعض الحالات وفي الساينوتيك هارت ديزيز. السي بي سي ده امتى؟ في الساينوتيك هارت ديزيز عشان البوليسايسيميا. طبعا الانيميا بتاجرافاجيت العيان اللي عنده هارت فيلير. العلاج بتاعنا في كل الكونجنتال هارت ديزيزز ميديكال وسيرجيكال. سيرجيكال هو الكوركتيف، احيانا بيبقى باليتيف زي في الفالوت، ولكن المين هو الكوركتيف سيرجي. التريتمنت الميديكال بقى عندنا ان انت بتدي حاجات عشان تحمي من الانفكتيف انتوكارديتس، وبتدي حاجات انتي فيلير ميجرز. الانتي فيلير ميجرز دي هي زي ما قلنا في المرور قبل كده، اللي هي الحاجات اللي بتقلل بريلود وحاجات اللي بتقلل افتر لود. طبعا بتعالج الشست انفكشن لو في عندك شست انفكشن، ولو في عيان عنده ساينوتيك سبيل بتعالج له الساينوتيك سبيل. دي كده الجنرال سكيم بتاعه الكارديولوجي. هندخل بعد كده في الساينوتيك هارت ديزيزز، وبعديها الساينوتيك هارت ديزيزز، وبعد كده بقيه الحاجات بتاعه الاكوايرد هارت ديزيزز.